ما ادري كيف ومصياح وضمي ومجالد ومهاوش ومضارب. المستي في كذا اكبر سؤال، اكثر سؤال يمر اساله الشباب اللي كل المحاضرات، عمرك شفت مطوع يضل طفش؟ شفت مطوع زهقان؟ الحياة أفضل ما تسوى يا عمي لله. الله ما غير يسمع ويهلل وماشي ما عنده بخلاف ويتمنى زود نفس بحياته. ليش؟ يتقرب من راسه. فالحياة جميلة طاعة الله، أجمل شيء طاعة الله، لكن مشكلتنا يا شيخوان، مشكلتنا إبليس يلبس صورة ثانية. إن الشيطان لكم عدو، لا يغرنكم الشيطان. يغرك الشيطان يحاول يصور لك الحياة تشدد وما ادري بعد ايش وتفتفن وتعنت وتزمت. لا والله العظيم مبسوطين 24 جرام، والله لا تحدى. والدليل يوم من الايام قبل تقريبا عام 1413 كنا بالرياض، زرنا واحد علماء من اللي يقول لي ما في رب ولا في شيء ولا في مجانين انتم، تعالوا شوفوا العالم. والله يا اخوان قسما بالله العظيم انا عند بعد بيت الازار، والله يا ابو عمر لما هداه والله لو تشوف بطرته البيضاء والله تعصرها من الدنيا. انا حمار عايش بدون عرف ربي، كيف راحت حياتي كذا؟ زوجته فرنسيه يبكي بكى مرير انه كيف عاش على غير طاعة الله عز وجل. والله يا اخوان مرة زرنا واحد من هالطبقة هذه قبل عام 1421 او 22، هو عارف المطاوع اللي ينصحوه صح؟ يقولون قد سويت وقد كتبت وقد قلت صح؟ لا احنا غير الموضوع، بس هو ابن الحلال رجل طيب قولوا نعم. خايف نتكلم، كل ما جينا ندخل موضوع استمر الموضوع وكذا وما ادري كيف واجيب مواضيع وما ادري. المهم لا قضت سالفته دخل بيتهم، احنا عندهم البيت هم لا منه جاب سالفه جديده جاء على طول يستلمنا موضوع جديد. واحنا لا شاء الله لا ما شاء الله عليك لا اله الا الله. كل صحيح والله العظيم ما في السالفه، يلا ما يعطينا فرصه، خايف نتكلم. هو يوم جاء قدمنا عطر، والله يا اخوان الرجل هذا كان يعني معطيها الله وسلامه وشعره ناعم ما ادري مش عارف زي كذا ما شاء الله. فجلسنا نتعشى ويقول كذا يا اخوان انا اقول كذا قال حق الاخوان معنا اسمه منصور عبد العزيز قال يا حق الجن اللي قال إيه دخلنا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل ورحمته في تعامل مع اهله ومع الجيران. ويقول يعني حاول يدعي خايف متى تجي النصيحه بس. والله يا اخوان كان ركزنا على الموضوع هذا، خلق محمد صلى الله عليه وسلم في الاكل والتعامل مع الجيران. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ماسك الشوكه بدا ينتفخ. اشوفه انا يقول كذا اخيرا رمى الشوكه والسكين، قال انا حمار انا حمار. ليه ولا سلمت؟ قال انا ما اعرف على النبي كذا، انا ما اعرف على محمد صلى الله عليه وسلم كذا، انا خايف منكم لما دخلتوا، ليش الكلام هذا مخبى عني؟ والله يا اخوان مستلم عاد صار بدل الاكل. فالناس تعرف